أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي ومولى الكونين ونور العينين، أبا عبد الله الحسين، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وأخواتي، وعلى الخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. من زار الحسين عليه السلام في هذه الليلة، الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، في الخبر صافحه روح 24,000 نبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين، وكأني بالحسين عليه السلام ترفرف روحه عند زواره وهو يقول: وعليكم السلام يا زواري. يا حسين كلنا نعتلي لك الكربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لا
ونشوف عند رجلك علي يا حسين مدفون، وتهيب زفرتنا ويقرح ماي العيون، ونتذكر ودوفك عليها بقلب محزون. ما احنا الظهر والصيح يا ابنك طعت بيا، وعنده عقب الزيارة تروح للحاير الشيعة، من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور البطل لقمة الأزهار أبو جفوف القطيع، شيال بيرك معزلها عشميه. اخ اذا شئت النجاة فزر حسين، بدن تلقى الاله قرير عين. اللهم اعدنا على مثل هذه الايام، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا، وارزقنا شفاعتهم في الآخرة، ولا جعله الله آخر العون. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأدى ثوابها إلى موت الإيمان، مات على الإيمان، وإلى أرواح الشهداء تسلبها صلوات على محمد وآل محمد.